فمعناته ان كمان الوزاره يبون الموضوع ما يبين يعني مين اللي قاعد يمول كيف هذا النادي يا اخي باي حق تقول لي اعضاء شرف كان نادي يصرف 500 مليون ونادي يصرف 70 ولا 90 مليون كيف احنا في بلد واحده كيف اوكي انا أف... حتى في ايام دعم اعضاء الشرف التفاوت يا احمد ما كان هيوج كان الهلال اذا ضربت الحمى 170 200 مليون الاهلي كان 180 النصر كان 120 الاتفاق 70 يعني ما تلاقي الفجوات اللي موجوده الان لذلك احنا ما نحث الانديه على انها تتمرد على الوزاره احنا نحث الوزاره وجهات الاختصاص المعنيه بهذا الشان انها تضبط الانديه فقط لا اقل ولا اكثر احنا نحث الطرف اللي عنده القانون اللي عنده الشريعه عنده القرار ما نحث الانديه هي اللي تقدر توقف رئيس نادي وتوقف نادي وتمنع اخر انه لا ما تسوي طيب انا ما عندي لاعبين ان شاء الله ما تلعب لاعبين ان شاء الله كل لاعبينك محليين ماجد ايش رايك مساله تحتاج حزم خلينا نسمع راي